اهلا وسهلا يا اصدقائي يا متابعين، الله يعطيكم الصحه والعافيه. حاليا احدثكم وخلفي نيستو هايبر ماركت اللي موجود في الخوب. على العموم يا جماعه عندهم عروض تصل الى 70%، متخيلين؟ وايضا في اصناف جديده اللي هي المستلزمات اليوميه نفس عيوش وهالسوالف. خلونا نشوفوا عندهم سحب كبير راح نتكلم عنه بعدين. اول خلونا نوريكم التغطيه، هيا بنا. اول حاجه راح نبدا عيوش تايم. شيل عيش الوالي 35 كيلو يا حبيبي، سابقا 24 ريال قول و700 بيسه، الحين كم يا حبيبي؟ 19 ريال و900 بيسه. شيل اضرب عيش الوالي ولا تبالي برو. يا حبايبي لحم ماعز الكيلو ب 3 ريال و590 بيسه، طبعا لحم الدار لحم صلاله. شيل يا الحبيب لحم نيوزلندي عليه عرض ايضا بدون العظم الكيلو ب 3 ريال و890 بيسه يا حبيبي، لحم صافي. شيل البقوليات ايضا عليها عرض. خلينا ناخذ اكزامبل نقول الفول يجيك تقريبا 12 علبه حبيبي، سابقا بريال 880 الحين بريال 290، واغلب البقوليات عليها عرض. عبدو قفل قفل سناب. شوفك دقدقت الرمان عمي. ها قفل سناب. ايه ها قفل سناب مره باي. ابل ماي فريند حبيبي الكيلو ب 590 بيسه فقط. عيش كيك تشوف علينا عيش عم يزحك. ها نسيك شو اسمه دايت عمي تفاح. كل الصفات هنا، تعالوا خذوا راحتكم. باكج يا جماعه الربطه ب 490 بيسه، مره تحسه شيء نظيف. عاد هنا ما بروم ناكل، اذا بتخربها ضرب عبده. عيش امان غايب امان. جينا صوب المكسرات، شوفوا العروض القويه صوب المكسرات. ايه طبعا له فوائد كثيره، خلي الفوائد واضرب اضرب حبيبي انت والعين الحمراء. حبايبي الكيلو سابقا لللوز 4 ريال 950 الحين 100 ريالين و290 بيسه. شيل الكاجو يا حبيبي سابقا 5 ريال و980 بيسه الحين الكيلو ب 3 ريال و500. شيل المكس يا حبايبي المكس سابقا ب 6 ريال و290 الحين بريالين و980 بيسه. شيل ممكن اضيف معلومه؟ شيل جيب هذا الكاجو زين عادي ترى ما يحتاج عبده ما يحتاج عادي استشرح باذنك. هذا مصدر اساسي للدهون الصحيه برو من الاخر سالفتك ميته. والله فول ميته سالفتك ضايختب. على العموم يا جماعه واجد عروض على المواد الغذائيه، جينا الطابق الثاني نظر بلفه نوريكم مرور الكرام في العروض اللي موجوده. شيل شوف كم التخفيض واصل عندهم. شوف ايضا لمحبين السواكل خلونا نشوف العرض الاخير، لكن لا تروحوا لان في شيء مثل ما خبرتكم اذا وصلت مثلا نيستو واشتريت بقيمه 10 ريال راح نشوف على ايش راح تدخل السحب. على العموم اللي بايشتري سيكل حال نفسه وحال والده شوفوا الاسعار الخرافيه في نيستو. تخيلوا هالسواكل سعرها ب 8 ريال و900، هالسواكل يا حبايبي ب 27 ريال و900، هذا السيكل الغاوي 38 ريال و900. شيل وصلت نيستو هايبر ماركت وتسوقت فقط ب 10 ريال، بامكانك ان شاء الله تدخل في فرصه الربح لشيء بيج هيوج ماي فريند جي ام سي اكاديا. ممكن انك تكون احد الفائزين، فقط توصل ووصلت قيمه مشترياتك بقيمه 10 ريال تدخل السحب على طول يا حبيبي. ان شاء الله اللي جالس تتابعني تكون من احد الفائزين اذا قصدت نيستا هايبر ماركت وتسوق.